ضربة مرمى لصالح الفريق الشاجرة الفارسة. اهلا بلاد الاهلي بقطع جيب ابو سمير ابو جابر الكرة رمي ضربة الاسطورة ابو محمد يشاهد المباراة رمي جانبية مع الجد الجد يحاول يراوغ ابو سمير رافعة الكرة فاول 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 بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الرياضيين، أهلا وسهلا بكم في ختام هذه الدورة التي أقيمت للقدامى أو كبار السن أو ما فوق 40 سنة، والتي شارك فيها 3 فرق، والليلة هي الختام، كان بين قدامى أبو الحشاف والخلاوية وبين قدامى الشواجرة والفوارسة، والتي انتهت بفوز قدامى الشواجرة والفوارسة. الآن مع تكريم حكام الدورة، حكم الدورة أفضل لاعب محمد حسين، يستاهل المباراة، يستاهل والله. وقع عليك هي لأفضل لاعب في هذه الليلة المباراة مقدمة من أخونا أبو هاشم الحاجي إلى أبو سمير. وين ما شاء الله فيك What's up?